وقعت نقابة الفنانين السبت 22 من شهر كانون الثاني لعام 2022 المخرج القدير بسام الملا عن عمر يناهز 66 عاماً، الذي يعتبر من أبرز المخرجين في تاريخ الدراما السورية. بسام الملا من مواليد شباط لعام 1956 غادر الدراما السورية تاركاً أثراً كبيراً من خلال أعماله، فقد اشتهر بإخراج مسلسلات البيئة الشامية في سوريا والتي بدأها بأيام شامية وليالي الصالحية وأشهرها باب الحارة والخوالي، إضافة لإخراجه عدة مسلسلات مثل بوابة التاريخ، قناديل رمضان، ديوان العرب وأعلام العرب. ولديه أعمال أيضا في برامج المنوعات كليل والنجوم، بساط الريح، داود في هوليود. قامة فنية جديدة تخسرها الدراما السورية برحيل المخرج بسام الملا، الذي باتت أعماله المستلهمة من البيئة الشامية كلاسيكيات تتبارى المحطات الفضائية على عرضها.